قدم فيه لأنه المنوعات هذه اللي توا معناها بصراحة معناها الإنتاج هو الأخير أضخم وأشب وبرشا معناها الصورة ولات أحسن علاش المنوعات هذه ما تكونش وسيلة للارتقاء بالذائقة علاش ما تكونش وسيلة تثقيفية هذا دور الإعلام وهذا الهدف أخزر لنا هذا مبيت معناتها نحب نوع موسيقية فنية ترتقي بالخطر أخزر لنا لازم نعمل لك طاولة تو نجيب أربع فنانين نجي نقول لك يا عزدين نشركهم ندخلهم في بعضهم ونعمل خبيلة وغدوة تو نعملها نسبة المشاهدة لا عملتها نسبة المشاهدة قبل في برامج اجتماعية وفي برامج عدلت على هذاك الكل اليوم لا سني ولا عمري يسمح لي أك عندي برنامج فيه ترفيه وفيه غناء وهذا اللي قلته أنا زاد في مقال من مقالاتي عليه أنه يا سيدي انت هل فترة الشباب قداش تدوم معناها قداش تقعد شباب 30 سنة 35 سنة باش توصل الى مرحلة نضج معين تلقى روحك تحب تسمع حاجة اخرى مغايرة تلقى روحك في فراغ انا يأسفني برشا انه نحكي مع شباب انا ولادي شباب يا اخي انا عبير وعصام وين جيناسيون هذوما 24 25 سنة معناها تبتتر أنا خاطر بوهم يعرفوا علي رياحي هم أولادي جوني واحد خاطر أنا أما أكد لك أنا عندي أولاد خويا عندي در ما يعرفوش شكون علي رياحي ما يعرفش شكون يعرف أسماء مش لازم نذكرهم توا موجودين توا على الساحة هذا دور الإعلام نتصور أنا معناها أنه المنوعات هذه مهمة جدا ارتقاء بالذوق وانت يعطيك صحة معناها مش مجاملة وانا تعرف اني نحاربه وحدي في المجال هذا بديت تو الله غالبك أو بشوية بشوية عزدي بشوية بشوية انا خدمتهم المنوعات هذوما 2002 و2001 خدمناهم مع بعضنا وجبنا هاني شاكر وجبنا محمد الحلو وجبنا اسماء كبيرة معناتها فهمت